تركي وعبد الملك. نقول الطريقة كالتالي: بنرفع الكرة فوق، نستقبلها بظهر الصحن، ثم نعيد مرة مرتين ثلاثة إعادة حتى نشوف من الفائز. أول واحدة، واحد بس، فقط واحد. تفضلوا، رقم واحد ابدأ. ممتاز، خليك ثابت. اثنين، ها حلو. ثلاثة، حاول تفوز يا أصفر. أربعة، خمسة، ما شاء الله عليهم الشباب. ستة، سبعة، ثمانية، لا نعطيهم كرتين، ما ينفع كذا. كرتين ما ينفع، خذ كرتين كذا ما ينفع أبدا. لا. يلا جاهز؟ واحد. طيب تعادل مرة ثانية. واحد. خلونا بالكرة الواحدة بس سريع، يلا كرة واحدة، كرة واحدة بس على السريع. واحد، اثنين، لا لا، ثلاثة، فاز الأصفر عموما ترى. أربعة، خمسة، ستة. أنا أقول فاز الأصفر لأن قبل شوي عبد الملك، طبعا إخوة ما يزعلون من بعض حبايب، عبد الملك مسك الكرة بيده ودخلها. إذا دخلت معنا حفصة بالسحب على 500 ريال بطاقة شرائية من شركة أسواق عبد الله العثيم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.